الزلف لون أحلى سوسيترز في الكون، أتمنى أن تكونوا بخير. ننتقل إلى الخبر. I'm going to, okay? أدانت أكاديمية الأوسكار ويل سميث لصفعه كريس روك في حفل يوم الأحد الماضي، وأطلقت تحقيقا رسميا للحادث. قال بيان يوم الاثنين من المنظمة التي تقف وراء حفل توزيع جوائز الأوسكار: تدين الأكاديمية تصرفات السيد سميث في عرض الليلة الماضية. لقد بدأنا تحقيقا رسميا حول الحادث، وسنتخذ المزيد من الإجراءات والعواقب وفقا للوائحنا الداخلية ومعايير السلوك وقانون ولاية كاليفورنيا. اعتذر ويل سميث عن صفعه على وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد. قال سميث في منشور أخبرناكم به في المنتدى فور نزوله أمس: أود أن أعتذر لك علنا يا كريس، كنت خارج الخط وكنت مخطئا، أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف. النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة جادة طبية كانت أكثر من أن أتحملها، وكان رد فعلي عاطفياً. كما اعتذر سميث للأكاديمية الأوسكار وللحضور والجمهور المشاهد والفريق الذي يقف وراء فيلم الملك ريتشارد بما في ذلك عائلة ويليامز. ختم كلامه قائلا: إنني آسف بشدة لأن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعا، أنا أتقدم في العمل على نفسي.